معكم من جديد الناقد الرياضي الكبير والصحفي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، برحب بحضرتك. أهلا بيك كابتن عمر وكل مشاهدي النهار، يعني والنهار ليها مذاق خاص. يعني ربنا يخليك استاذ عصام. يعني اكيد طبعا كلام مهم جدا حصل في ال 24 ساعه، اكيد راي حضرتك مهم، والكلام من كلام الكابتن فاروق جعفر عن الحكام والاهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولين والمنتخب المصري والمحل، طبعا المحل، كل من هو شارك في بطولات المحل افريقيه. شاركت يعني مشاركه افريقيه رائعه وقت ما كان فيها السياجي رحمه الله والسيد عبد الجواد الله يرحمه وبدير ويعني وعماشه وعبد الدايم يا خبر ابيض وعبد الرحيم خليل والكابتن عمر عبد الله سباعي كان على الاقل في منتخب مصر وقتها. وانا اذكر عنوان يعني على ذكر ان الصحافه الورقيه تظل باقيه مهما كان، لكن اذكر عنوان لعمنا حمدي النحاس، كاره خد الكاس والمحله غم الناس. كاره ده كان فريق سنغالي وكان معاهم جون لولبي كده زي بيل انطوان لكنه اطول كمان، تخيل بقى. واهدرت يعني عشرات الفرص، وبالتالي حتى المحله ليه مشاركه افريقيه وصل فيها حتى النهائي. انت طبعا يعني بادئ سخن جدا، الحدث ما هو سهل على فكره طبعا، والشيء الاخطر من عبارات يعني تسيء في كل الاحوال. كابتن فاروق اخويا الكبير اللي بحبه وبحترمه وكم نلتقي، ويعني لا شخصيه مش عاديه بالنسبه لي وبالنسبه للكوره وبالنسبه لناس كتير قوي. لكن الحقيقه لما تشوف النهارده الصحافه الافريقيه والشمال الافريقيه اللي هي الصحافه بقى العربيه، هتحس ان احنا في مشكله زاد يعني حدتها وخطورتها. الفكره بصراحه اللي بتدير بيها يعني اللجنه اللي بتدير اتحاد كره القدم بصراحه، الحقيقه شيء يعني لا يمكن ابدا انه يكون طبيعي انه ده يحصل على مدار 24 ساعه ماضيه ولا يحركه ساكن، يعني باللغه العربيه الفصحى محدش فيهم. ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ معلش مع احترامي لحضرتك انا حابب افهم بجد والله، ايه اللي ممكن اللجنه الخماسيه اللي تعمله لازم يحصل بعد تصريحات الكابتن اللي فاروق؟ لازم يحصل. بص اهم حاجه انك قلت لي الجزء ده قبل ما نرجع تاني لبقيه الحوار. يقول لك ايه؟ لا يا عم ده دور الاعلام، فين وزير الاعلام؟ كل حد عايز يلاقي، واخد بالك، حد يشيل بقت لغه مفهومه، يقول لك يا ترى مين هو اللي هيبقى يعني مين اللي هيحاسب على المشاريب؟ اللي هيحاسب على المشاريب دي، واخد بالك. وبالتالي لا في لجان بالظبط كده تسميها بقى القيم، تسميها مش عارف، يسميها زي ما تسميها، لكن على الاقل يعني كانوا يجهزوا ادوات الاطفاء. ده حريق هائل يا عمر، يعني مصر لا تستحق ده. احكي لك عشرات القصص عن مشاركات افريقيه بلغه الكره، طبعا ما حدش يقدر يذبح المصريين، ذبحت الكره المصريه فيها. الزمالك يعني اكل علقه في بلد عربي 3-1، الكابتن حسين السيد بيجيب الكره ورا الجون، واحد اداله بوكس خد هو انذار، واحد يعني من البويز بتوع الملاعب، يعني مش هقول لك واحد بيسخن حتى، وكذا دواليك دواليك. الاهلي حرم يعني من اكثر من لقب على ايد الناس كلها يعني. ويكفي ان البطوله سنه 1982 يعني دانت للاهلي كاول بطوله حمراء مع جيل عظيم، هو جيل يعني خلاص بقى ما بقوش التلامذه وقتها، ومع محمود الجوهري رحمه الله يعني فازوا بالكاس في ملعب كوتوكو، او يعني معقل الاشانتي، اهم قبيله في القاره او واحده من كبريات القبائل اذا لم تكن في الثلاثي الاول يعني. واللي هو وقتها حتى كان الاهلي رايح بطياره حربيه وفرتها الدوله، كان في انقلاب في الشقيقه السمراء غانا، ورئيس الجمهوريه الجديد كان شاب نزل من مروحيه، واجواء كده لدرجه انه قيل وقتها انه لما بياتي ضيوف وملك الاشانتي مريض قد يضطروا لذبح يعني هو واحد من الضيوف اللي في مدينه كوماسي. طبعا كابتن صالح رحمه الله كان موجود مع البعثه، قلبها ضحك، واللاعبين طبعا كانوا في عزله وهو جيل العظماء. ومشهد حمل هذا الكاس لازال يعني حي يرزق على الشاشات، كابتن الخطيب، كابتن مصطفى يونس، كابتن اكرامي، حتى كابتن مجدي عبد الغني لقي فيه برضه وهو جاي للصوره كده، لا استنى انت مش الكابتن يعني بالدور يعني. فمين ينسى ده؟ ومين بقى لو في حكام كان يقدر يخرج من كوتوكو من مدينه الاشانتي يا ساده؟ وهكذا بقى
يكفي يعني في اجراء ممكن يحصل من اللجنه الخماسيه بنتكلم من هو مسؤول عن كره القدم. بص حضرتك كان يجب طب ايه اللي هيحصل ولو حتى يقولوا تعالى اشرب معانا شاي رقه يا اخي. طب ايه اللي هيحصل؟ طيب هل في اجراء ممكن يحصل على كلام حضرتك هناك كده؟ بقى يعني ايه بلغه الصحافه علمت يعني ان الكاف ويعني بقيه الجمعه بيبقى نص يوم والسبت اجازه بدءا من بكره هيتم فورا يعني تطويع الشريط لاكثر من لغه ثم مشاهدته ثم علشان يروحوا على يعني فكره عقوبه قد تصل لايقاف الكابتن فاروق جعفر. يعني الكابتن فاروق جعفر يتكلم في الاعلام الاتحاد الافريقي ياخد قرار ويعاقبه ازاي؟ طبيعي جدا. أنا عايز هو واحد من افراد المنظومه اصل هو ما اتكلمش قال مثلا ان افريقيا الكره فيها بعافيه. لا تحدث عن فساد تحكيمي. انت معايا كابتن طبعا ولا انت يعني عاوزني انا اللي ابقى بعد لي باقوالي واوقع عليها؟ لا لا انا مع حضرتك بس هتدي باقوالك كده كده طبعا. لا ما اقصدش انا بحاول يعني انشط الحوار بيني وبين حضرتك طبعا. بس انا مستغرب طبعا علشان خاطر يعني او مش مستغرب انا مندهش من الاتحاد الافريقي ممكن قرار بسرعه زي دي ويبقى يترجموا الشرايط علشان او الكاف بحسب ما تواصلت معه اليوم يعني وهي شخصيات بتحترم مصر مش هقول لك بس شخصيات محترمه هي ايضا تحترم مصر يعني هو هيكون عقوبات شكلها عامل ازاي يعني انتهكت عرضه بحسب تصريح هذا المواطن ليا يعني العقوبات شكلها تبقى عامله ازاي؟ انا ما اعرفش هم نفسهم ممكن شكلها تبقى حضرتك تتوقع ممكن الكلام عن ايقاف ايقاف يعني ايه؟ يعني ان تلقي بالكره لملعب مين؟ رب البيت الا وهو اتحاد الكوره الساده اللجنه خلصية. اللي في عام المئويه بتاعت اتحاد الكوره الا يكفي ان في عام المئويه 100 سنه اتحاد عندنا لجنه مستوظفه رئيس يعني واعضاء اتحاد كوره الا يكفي ما خلصوش الانتخابات نحتفل ازاي بالمئويه؟ ولو انت لديك امال وطموح مصر تستحقها في قياده الاتحاد الافريقي لما اللجنه دي اسمها كده لجنه يعني ما يسمى بتطبيع او وصايه بالترجمة الحرفية مش عارف بس يقينا ومتأكد وعلى مسؤوليتي هي تحمل هذه الأوصاف وبالتالي يا أخي لو ليك مرشح هنفترض أن الراجل أنا بريدة راح يترشح اختلف واتفق راح يترشح كاف تمام مش ده منصب يعني طبعا للعربي الأفريقي المصري أنا بريدة لكنه مصر تستحقه يعني طبعا طب يقول لهم تدوني صوتكم وانت عندك اصلا ما انتوش عارفين تدوا اصوات بعض ولا عارفين جماعه مهمه حضرتك سيادتك طب هنا اللوم على مين؟ بالله اللوم على مين يا استاذ انك انت هتيجي تقول له اديني صوتك يقول لك لا يا عم احنا الناس اللي بنرتشي وهكذا بقى طب مين اللي نلومه في الموضوع ده؟ هل اللجنه الخماسيه؟ اللجنه الخماسيه اعضاء جماعه عموميه؟ لا اقول بس عشان ما تفلتش مننا انت بتقول يعني كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يعملوا اي حاجه بقول لك بدايه من تعالى كابتن فاروق اشرب معانا الشاي ونشوف لنا حل ده بالنسبه للحكايه ده بالنسبه لموضوع كابتن فاروق جعفر بالنسبه للكابتن فاروق جعفر اما بالنسبه بقى للجماعه العموميه والكلام ده اولا وعلى مسؤوليتي برضه اخفوا خطابات عن الجمعيه لا ادري حتى الان ويا ريت نعمله استفتاء في برنامجكم العظيم ده بل ويتولى الاعلام اجمع يعني انا اللي عايز افهمه يعني ايه نقعد علشان نحط لائحه ونعرضها على بعض في خمس يعني هم ما عملوش لائحه وعرضوها عشان ياخدوا تصويت مش بس كده هو انت لما تجيب لجنه زي دي لان الحكومه المصريه شكت ان لديها مشكله لان لما حطت ايدها في ظهر الكوره عملت مونديالين ورا بعض هكذا اطلق عليهما 2019 الكاف والتصفيات الاولمبيه تمام ببناوير في الاستاد ببث بالكره حد بيشيلها بقرعه اونلاين وبالحدث زي كل العالم ما يخشش الا مع ولي امره الملعب بشركات وطنيه تذكرتي ولو انت فاكر طبعا والمتطوعين باربع لغات الشباب وبالتالي مصر بقى مصر عايزه نسخه من اتحاد كره يدير هذه الصناعه لانها صناعه امن قومي وصناعه بهجه وهنفضل نقول لهم كده طول الوقت وبالتالي انت كان يفترض انك تيجي تترجم الخمس اتحادات الكبرى الفرق بينهم يا كابتن عمر واكيد حضرتك عارف بس انا وحضرتك ناكد لجمهورك العظيم الفرق بينهم هو انه لائحه الاتحاد الانجليزي بالانجليزيه
لائحه الاتحاد الفرنسي بالفرنسيه، لائحه الاتحاد اليوناني باليونانيه الدارجه يعني، ثم بقى المانيه ايطاليه اسبانيه وهكذا، وترجمه يا عم عربي. وهيقول لك اصل عندهم بعض الحاجات ما تنفعناش، ما تشيلها يا استاذ. الحاجات على فكره اللي ما تنفعناش مش في صميم اللي هو كام حد يدير ناس بروفيشنال هتاخد فلوس عشان هيبقوا قاعدين البورد، انك انت من اول حكايه متطوع دي انها تتلغي، لان كل اتحادات العالم في مخصصات لاعضاء حتى اللي على البورد، تحط بقى روابط عشان دي اللي بتبيع وتشتري. لكن ازاي ناس تدير الكوره وما يبقاش ليهم الا 15% حصه في مبيعات الدوريات ويديروا الايه المنتخبات وكاس البلد سواء جمهورية أو في الملكيات كأس الملكي وهكذا. إزاي برضو الناس مستكترة علينا أن يبقى عندنا صناعة تثري يعني الاقتصاد المصري بحسب خبراء زملائنا يعني بحوالي 33% من اللي تحتاجه من العملة الصعبة. طب تخيل. ممكن سؤال مهم استاذ عصام بالنسبة للجنة الخماسية؟ لا انت ما جاوبتش على سؤالي الأول. أنا بس إزاي ما بيترجموش لايحة وإزاي الجمعية ها زعلانة على نفسها قوي؟ ويعني إيه واحد يحط لك اقتراح لاعبة مثلا وليه لاعبة إذا كان أنت بتقول أن تكون مناسقة ها أو متسقة مع الفيفا؟ هو في حد في الفيفا لاعبة؟ إنفانتينو مش بيعرف يلعب كورة يا عم، والله ما بيعرف يلعب كورة ولا على مدار، شفناه فعلا، أنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد، على مدار ثلاث رؤساء يعني حتى الممارسة مش بيعرف يلعب على مدار ثلاث رؤساء، وما كذبش وما جابش ورقة من نادي لوزان البلد إنه يسجل في فريق أندر 16 مثلا يعني، واخد بالك؟ عندك بقى على مدار ثلاث رؤساء هافيلانج وهو من هو في الكرة العالمية، بلاتر، والآن إنفنتينو، ولا حد فيهم لمسها شمها ولا كان بيروح مع أصحابه، ممكن يروح ماتش منتخب بلده. طيب بالك اللجنة الخماسية قاعدة كمان سنة؟ لا قاعدة لأكتوبر في أغلب الظن. بنسبة يعني كام في المية؟ بنسبة 96.8 يعني. الكلام كله اللي بيتقال إن خطاب اللجنة الأولمبية للدعاء مش هينفع في 12 دقيقة يعني، لا يجوز ان انا اوصفهم بانهم يعني، لكن خلينا نقول عليهم ساخنين جدا في زوم مع السيد عمرو الجنايني ها والكابتن فضل والكابتن احمد عبد الله دكتور جمال دكتوره صحة، اعتقد ساعتها السيد رئيس اللجنة كان في البنك، ويعني فضل وعبد الله كانوا في الساحل، وجمال محمد علي دكتوره سحر في مكانهم يعني يعني مش خارج القاهرة يعني. وبالتالي رفعت سارة سيلمون من البورد اللي هي سارة سيلمون اللي هي كانت متولية الإشراف يعني اللي هي المس اللي بتيجي تدي المجموعة يعني، واخد بالك؟ وبالتالي السيد فيرون اللي هو اختبر اللي تولوا الوظيفة وكان هناك اختبار، والحقيقة ده برضو يعني لا يعيب أحد في شيء، بس كنا ساعتها نأمل إنه كان في موقفين يعني مهمين جدا للمهندس شريف حبيب الحقيقة وشخص آخر يعني رفضوا، إلا إن السيد فيرون ده تخش له سيارهم الذاتية ما يقعدوش قدامه كده وكده يعني، لكن ما علينا مش ده الموضوع. السيد فيرون منه لمدير إدارة الاتحادات بالاتحاد الدولي فيفا تمام؟ عرفوا بقى ان في مط وفي تطويل، رفعوا السيده ساره سيلمون من النص، لن يعتمدوا على تقاريرها، ومن قرابه الشهر كمان مش بس الايام دي. وبالتالي سئلوا اين اللائحه، في لائحه كانت راحت وجت وظلت حبيسه ونشرنا ده يعني والاغلب العام من الزملاء، ثم قالوا لهم طيب اللجنه الاولمبيه ارسلت لنا مخاطبه بتقول لنا فيها انه لازم ننتهي من استكمال الدوري عشان التصنيف بتاع الانديه. طب التصنيف ده اللي فيه كاس، الكاس ده اللي انت فيه انديه مسجله واللائحه في الكلام ده حاسمه للانديه دي، كانت سجلت ثم جاء بعد كده اللي يقول لها لا ده مش مجرد المشاركه في الكاس. الرد كان واضح، احنا هنيدي كان بيقول لك انتوا بتعرجوا يعني، نظام اتقال لهم كده ليه؟ طب اللي جوه لانه التصنيف أصول. بيقول انه طالما شاركت انت مصنف، وما ياش هتبقى مفاجأة إذا أقيمت الانتخابات على اللائحة القديمة وب 222 نادي. طيب أقف هنا بقى عند حضرتك وأسألك عن اللائحة القديمة، يعني يحق للإعلامي الترشح؟ أه ولا لأ؟ بص اللي يوديك في سكة يحق للإعلامي من عدمه، في بند الكل عاوز يلف حواليه اللي هو تضارب المصالح؟
لا ده بند اسمه الشفافية. طيب هل ده حضرتك الإعلامي؟ ايه هو بقى الشفافية؟ تمام. الإعلامي ما بص، الإعلامي لا يجوز أصلا ها إن هو يقعد على بورد والبورد ده بيبيع الإعلام رعايات ولا يعيب المشتري. طب احنا بنتكلم على الصح والغلط، لكن انا بتكلم على الانتخابات يا استاذ عصام، هل يحق للاعلامي دلوقتي ان هو ينزل يعني على اللائحه القديمه وال200 وشويه نادي دول؟ ما انت كده واخدنا في سكه، لا ما هي ده اللي كان طلبوا تعديلات عليه. طبعًا. اللي هي الشفافيه ليه؟ لانه لا يجوز اصلا في الاجراءات الجنائيه يا كابتن عمر الجنائيه. طبعًا. ان طبعًا. حد يكون في شركه وقرايبه للدرجه الثالثه يخشوا مناقصه او مزايده حقيقي، يا خبر ابيض، فيها شيء جنائي، عشان بس انا مش محامي لكن انا متاكد ان فيها شيء جنائي وقد يكون في حبس وفلوس وحاجات كده يعني. ثانيا وهو الاهم، تخيل بقى اما ثانيا يبقى الاهم، ازاي الناس تبقى داخله وما تقدمش الفايل الضريبي بتاعها بصراحه كده؟ بالنسبه لمين الفايل؟ لاي حد، كل الاعضاء. كل الاعضاء ازاي يعني يبقى لاعبه لمجرد انه لاعبه؟ بينما لاعبة ده الأساس حين يكون لاعبة، إنه لو عايز يبقى ضمن جهاز بقى مش مدير فني، حتى لو هو سانتانا البرازيلي في البرازيل عشان ما حدش يزعل مننا هنا، بيقعدوا 3-4 سنين عشان يبقى عضو في الجهاز، صح ولا أنا غلطان؟ فان باستن. إشمعنى أول ما شاطه؟ فان باستن. ما أنا بقول لك. واحد من نجوم العالم، راجل تدرج في الوظيفة الكروية لحد ما بقى مدير فني. بالظبط. كرول كان كابتن يعني على جيل عمالقة، ويقال انه كان اهم من بيكنباور لولا البريس الاعلام. بيكنباور طبعا هو من هو، لكن كرول كان حالة باعتراف كل الخبراء يعني، بس لكنه بس. لم يذهب لنسخة المدير الفني. بيكنباور الماني، كرول هولندي. اما انا بقول لحضرتك بيكنباور على الجيل ولا في جيلهم. في الجيل. اوكي. مش المنتخب. ده كان يفترض كابتن العالم هنا وده كابتن العالم هنا. الاعلام مايل الكفة حيث المانيا القوية الاكثر قدرة يعني. لكن كرول ومن هو على كل ده بقى، كرول لما حب يدرب لانه راح قعد في جزيرة موناكو شوية عشان السيستم الضريبي في بلده بقت وصمة عار تجاهه. ثانيا اشتغل مع لويس فان جال اللي هو بالنسبة له يعني عمه كرول، عشان التدرج يا عمر. وبالتالي ما حدش بيضرب باللوائح عرض الحائط. انا نفسي حد يقول لي يعني ايه لاعبة، وهل ده حق دستوري؟ يعني هو لاعبة وانا كتبة وانا ما ينفعش ادير اتحاد الكرة او ابقى على البورد؟ ازاي يعني ازاي؟ وهكذا بقى. ليه انا مش بقول ده؟ لانه دخل الصحفي بدل ما تدخل لاعبه، لان دي حاجه اسمها دستوريه. يعني ياتي رئيس اتحاد شخصيه عامه لكن لا ياتي عضو اتحاد شخصيه عامه برضه. ايه الكلام ده؟ طيب انت قلت هنستمد من الفيفا، هتقولنا بند اللاعبه ده، هتقولنا انتخابات بدون شفافيه، انتخابات بدون ما يتضمن الورق، ها فكره اوراقك الضريبيه يعني. ومن ثم تقدر كل حاجه تبقى بالحساب، لا حد بيشك في حد ولا يحزنون. لكن هو ربطوها بالاعلام عشان ده يقول اصله عايزين يحجبوا اعلامي، وحطوا بند التجنيد اللي الدوله كلها برضه يعني بترضى بمن يوفق اوضاعه. لكن من هرب ده واستمر في الهروب لما جاله السن، ده مصيبته مصيبه. لكن لسبب او لاخر ووفق، تخيل المجالس النيابيه صوت الشعب البرلمان بيقبلوا عضو واتحاد الكره يقول لك لا لانها تنطبق على شخص ما. لا، اما هو كده الحقيقه مفيش معايير يعني. على مسؤوليتك يا استاذ عصام ان اللائحه القديمه هيتم تطبيقها بوجود 220 عشان نادي. تبقى على مسؤوليتي يجرى عليها الانتخابات، لانه الفيفا مصر انه الكره هنا تبقى شبه الدنيا، رغبه منه في ان الحكومه لما طلبت واترفع له اكثر من تقرير عشان ما يبقاش تدخل حكومي، ارتضى ليه؟ عشان مصر مش عشان حد، لانه شاف ان البلد دي تستحق انها تناشده. عشان قبل كده لو كانت دولة بتتدخل يقول لك تدخل حكومي، ومن ثم كده البلد عاملة اللي عليها. يبقى بقى اللي بيديروا المحتوى، وانا واخد قرار والمفروض الاغلب الاعم يبقى معانا كاعلاميين وصحفيين وكذا، انه بتوع الجمعية لو ما اجتمعوش يا كابتن عمر ونتكلم بمنتهى الصراحة على ان يترجموا ورق ويعملوا زيه، يبقى حد يا راجل يقول هنفكر في بنود ازاي، وفي بلاد شغاله بنفس البنود اللي ممكن تعربها زي تعريب الدواوين كده. اي حد فيهم تاني هيجي لنا مش هنسمعه، اذا كان هو بيرضى على نفسه انه ياخد استحقاقاته تحت مسمى ايه؟ دعم.
بيخوفونا بكلمه تدخل حكومي. مفيش حاجه اسمها كده صح خالص. يعني الناس يعني مثلا لما بيكون حد معترض على بعض القرارات فيقول لك لا احنا هنشتكي واحنا هنرفع واحنا هنعمل، فيقول لك لا ما ينفعش الحكومه تتدخل عشان ده يبقى اسمه تدخل حكومي. عارف دي زي ايه بالظبط؟ انت تستقوي بالخارج اللي هو مثلا يعني الكلمه دي هل كلمه في محلها يا راجل؟ عيب لما تتقال في البلد العظيمه دي اللي جول مؤسسات دوليه. انا بسال حضرتك عشان اسمع الاجابه دي. اما انا وانت يعني انا بقولها كاني بقول اللي بيقول يعني. تمام، انت ممثل الجماهير والمتلقي طبعا، ودي حاجه طبعا انت ملايين بتبقى يعني بتاخد انت وكاله عنه معهم. وبالتالي لا هم يعني الكلام اللي بيقولوه ده يعني ايه؟ يعني مصر لما تروح الامم المتحده لان فيها قياده منضبطه مش هوجاء في موضوع السد يبقى بنستقوى بالخارج على طبعا. اثيوبيا ده الاصول. ايه ده ايه ده إيه؟ لا طبعا. فانت بتقول كلام ما انزل الله به من سلطان. اذا مبنى الفيفا زي اي اتحاد اخر، بس ده طبعا الامم المتحده الكرويه، انا وحضرتك واي مواطن قدر له ان يكون موجود في سويسرا يقدر عند الاستعلامات السلام عليكم ويجيب لك واحد يترجم لك مساء الخير ويجيب لك واحد يترجم لك، يدوك بطاقة زائر وتطلع. فما بالك حتى لو مسؤول مصري ذهب عشان يقول لهم يا اخوانا، عارف زي اللي راح يعمل بلاغ في مديرية امن الكورة، يا جماعة اللي عندنا بيضحكوا علينا، بيقول لك ده ينفع اتحاد وده ينفع عضو واللائحة بتقول اي حد يخش. ها هناك بقى بيحترم الحكومات قوي في ايه بقى؟ هم واللجنه الاولمبيه الدوليه وكل ما يمكن ان يكون جهات دوليه في ايه؟ في الفصل بس في الحاجات، ان الدوله لا تلعب كره قدم ولا سله برضو ولا باسكت، انما من حقها تطلب باخر موديل للصناعه والهوايه الموجوده في كل انواع الرياضه. وبالتالي اما تروح تقول لهم احنا اصلا مش عاملين هم رابطه، طب ما الرابطه دي مصيبه انها تبقى مش موجوده. الدوري يعني البنود ممكن تتغير يا استاذ عصام؟ يعني البنود الترشح اللي جاي هل كلمه لاعب هتتشال ولا مكمله؟ والله ما اعرف، بس انا عرفت ان بعض الناس والحقيقه انا مؤيد للاتجاه ده هيلجاوا للدستوريه، وهنا الفيفا والحاجات ده بتزعلش بقى، لان انت بتتكلم في شرط من شروط المواطنه. ما انا عايز اعرف انا مستبعد ليه واللاعب عمر ده جه ليه؟ يعني يعملوا مسابقه مثلا نلعب مقالب نلعب ريست اي حاجه بس الاقي اي منافسه معاه. يعني الموضوع سهل. ثم فكرة ان انت وانت بتراقب الانتخابات فيقول لك اصل الحاج محمود الشامي والاستاذ جمال علام مش عايزين نخسرهم، هما الاثنين يا جماعه. طب فانت تسال مثلا، انت لسه جاي هو داخل جديد، عديت من بوابه مدينه الانتخابات فلسه مش عارف الاجواء ايه. طب في ايه يا جماعه؟ يقول لك اصل الاثنين ممكن يدخلوا نواب. طب ايه المشكله يعني؟ يقول لك لا مش عايزين نخسرهم. طب ما احنا نقعد ونخلي واحد نائب وواحد تائب عن المنصب يبقى بقى رئيس لجنة، يبقى رئيس رابطة، يبقى أي حاجة يعني، فاهم؟ هو ده كلام تدار بيه الكرة في 2020. الجديد بقى أن الفيفا عشان تخرج باللي هي عملته ده، لأنه إذا مصر مش صعبانة على الأفاضل دول فهي غالية قوي على الفيفا، وبالتالي عايزة تخرج وتنفض ايديها من اللي جم وبقوا مع الحبايب اللي هم جم من الخارج يعني زي السيدة سارة سالمون، وبالتالي تعطي مصر الفرصة في تحقيق نموذج دولي حقيقي ببطولة محترفين بأندية محترفة بكل الأشياء. عشان كده الأغلب الأعم إنه يا إما تطلعوا اللائحة تقروا كده عليها ولا زي الكوباية دي تحتها إيه فتطلع اللائحة المختفية حتى الآن، أو هتفرض اللائحة، خاصة ان قالوا لهم اللجنة الأولمبية بإقرار اللجنة الثلاثية اللي أدارت لو أنت فاكر الرياضة لغاية ما وفقنا القانون والعالم كله احترم مصر. فاكر اللجنة الثلاثية دكتور حسن مصطفى طبعاً والذين معه؟ وبالتالي خلاص احنا ساعتها قلنا اتحادات الكرة زي كل العالم مش احنا بس بلائحته الخاصة، لا له دعوة بقى بدورة أولمبية ولا له دعوة بحكاية تصنيف ولا ربع في الرغيف ولا الكلام ده. وبالتالي انت امام يعني ناس بتتحنجل حوالين بعضيها، لكن في النهاية هتفرض عليهم ادوات تخلي الفيفا يبرئ وجهه، خاصة انه فكرة المائة سنة دي الاحتفالية اللي لازم اتحاد الكرة هيحتفل بيها يعني لا مصعبة الموقف قوي الحقيقة. موضوع ما يعديش برضو ان احنا في عام المئوية نظل باجراءات استثنائية يعني. وبالتالي أغلق الملف على الآتي
واحد ما فيش قعاد بعد اكتوبر في اقصى تقدير، في اقصى تقدير اذا ما كانش الاسبوع الاخير من سبتمبر. اتنين عليهم ان يخرجوا لائحة وعليها توافق. نأمل بقى ان الاخوة في الجمعية الحقيقة يتكلموا بطريقة تسمح لهم، لانه المخارج كثيرة، والحقيقة اللي عايز يستبعد يستبعد. لكن ما تجيش انت اول السنة تحط شرط ان اللي يقعد مع عمر ربيع ياسين في الاستوديو بات مسجلا، ثم تبدأ تقول لا والله ده انا بقول لو كان دخل جري او لو كان دخل وراح ناطط من على الشاشة الاضافية. لا خلاص انت قلت طالما جه الاستوديو يبقى مسجل. عايز تعمل غير كده حط نقط بعدها، بعد ما تعمل اتحاد منتخب تعالى بقى اقول والله اللي عنده ملعب مش زي اللي طب شايف ان حضرتك ان من الاخر يعني معنى كلام حضرتك ده بياخدنا الى ان في تلاعب في البنود لاشخاص معينه او لسبب اشخاص معينه او موجهه لحد معين بصراحه؟ مش اشخاص تقول بعينهم، لكن ماشي. لناس بوظائف بعينها ماشي. او محبات وعشره يعني طويله. دي حاجه طبعا. الحاجه الثانيه يبدو ان اللي جيم يعني يدير بقى عاجبه الشغلانه من ناحيه عايز يقعد. لا البريق جامد قوي يا عم عمر، بس والله العظيم مش بريق ولا حاجه، ده يعني جمهور الاهلي من هنا، جمهور الزمالك من هنا، جمهور الاسماعيلي من هنا، ما عندهمش ظهر. كل دي حاجات عادية. صح ولا غلط؟ انت بتسمع حد يظهر او يطلع، ولو طلع يتكلم مع يعني برنامج عمر يتكلم فيه ليه؟ يتكلم مع حد صاحبه في برنامج تاني كده لايق عليه، هما بقى بيروحوا يعني حضرتك بتتكلم على ان الاعضاء بيروحوا الساحل سوا وبيجوا من الساحل سوا. يا راجل نجوم الكره دلوقتي بيتجمعوا حوالين مثلا شخصيه سياسيه اكنهم بيعملوا لها بي ار. انا مش فاهم برضو ايه اللي دخل القلعه في البحر. لا في حاجات غريبه الحقيقه كلنا مسؤولين عنها، لكن الاهم ان الحكومه، لان الدوله دي كلمه كبيره، وحد يقول لك الدوله ويقول لك اصل الدوله بتحمر عينيها. صحيح الدوله المصريه دي تقيله قوي، كبيره قوي، لكن الحكومه بترى ما ترى بشان اداره ملفات عديده، وبالتالي مش هتسيب موضوع الكره ده مشاع تاني. طيب استاذ عصام، يمكن انا قدامي اقل من دقيقه عشان اختم، فعايز اسال حضرتك كده يعني خلصت الدقيقه تقول لي لا عايزك لا انا دقيقه هسال فيها دي حضرتك تقول لي استاذ عصام ايه الحاجه اللي حضرتك ممكن تختم بيها انفراد او كواليس ممكن تحصل الفتره اللي جايه كده وحضرتك مخبيها فتديها لي هديه في نهايه الحلقه؟ هم حاجتين. انه الفيفا الكاف يدرس فتح تحقيق حوالين الملف ده، كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق تمام جعفر. ده حاجه. الحاجه الثانيه وقد يوجه لوم ما على مسؤولية حضرتك شهر اكتوبر اللي جاي هيكون فيه انتخابات، والجزء الثاني في شهر اكتوبر القادم يس اور نو. اللجنه في كل الاحوال كمان مش هتاخد يعني جارانتي ان تمدلها لاكتوبر، بالعكس ده اكنه ايه راح قال له معلش سيبني وهعمل الواجب بكره، يعني حتى مش قرار مد. مين هياخد دوري المصري الممتاز بسرعه كده تقول لي اسم النادي؟ لا المصري الممتاز مين هيفوز بيه؟ المستكمل تقصد ولا الحالي؟ الاهلي حتى الان بعيد بعيد يعني الاهلي حضرتك بترشح الاهلي بنسبه يعني تتعدى 90% الا اذا، لان الكوره بقى هنا تخش حكايه يا مجنونه يا بنت المجنونه كوره يعني. طيب دوري ابطال افريقيا مين اللي هياخد اللقب طبقا للمستويات اللي احنا شفناها من اهلي او زمالك او حتى انديه المغرب؟ مش قادر احسمها، بس فريق ربما طرفين يعني مصري ولا طرف مصري وطرف مغربي بدون ذكر اسماء، يعني أأمل ان يكونوا طرفين مصري في نهائي مصري يكسر حده حكايه الاهلي والزمالك اخوات دي، لان الاخوات الوحيده ككوره يعني اخوات طبعا كاصدقاء ونجوم. الحاله الوحيده اللي تجمع المصريين المنتخب، كل نادي لازم يعني مشجعه دون ضربه كسره سبه لازم ما يتمناش فوز الاخر. انما دي الامنيه انه يبقى نهائي هنا مصري مصري، لكن شكلها يعني ناحيه وناحيه. بشكرك استاذ عصام. انا اللي بشكرك. ربنا يخلي حضرتك. سعيد بوجودي معاك. ربنا يخليك. بشكر حضرتك. وصلنا مع حضراتكم للنهايه، نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.